هل فكرتم يوماً في مصير النفايات التي نرميها يومياً؟ وهل يمكن أن تتحول القمامة التي نعتبرها بلا قيمة إلى موارد جديدة تسهم في بناء المستقبل؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة ممتعة ومليئة بالمفاجآت. البلاستيك هو أحد أكثر المواد استخداماً في حياتنا اليومية، ولكنه في نفس الوقت يشكل تحدياً بيئياً كبيراً نظراً لأنه غير قابل للتحلل بسهولة. تخيلوا أن زجاجة بلاستيكية واحدة قد تبقى في البيئة لمئات السنين قبل أن تتحلل بالكامل. تبدأ عملية إعادة تدوير البلاستيك بفرز الزجاجات والعبوات حسب نوعها، ثم يتم إزالة أي ملصقات أو أغطية غير قابلة لإعادة التدوير. بعد ذلك تقطع البلاستيكيات إلى قطع صغيرة عبر آلات متخصصة، ثم يتم غسلها جيداً لإزالة أي شوائب. وبعد التنظيف تجفف هذه القطع وتحول إلى حبيبات بلاستيكية صغيرة تستخدم في تصنيع منتجات جديدة. يعتبر الزجاج واحداً من أكثر المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث يمكن صهره وإعادة تشكيله مراراً وتكراراً دون أن يفقد جودته. تبدأ عملية إعادة تدوير الزجاج بجمع الزجاج المستعمل، ثم يتم فرزه حسب اللون، لأن كل لون يعاد تدويره بشكل منفصل لضمان الجودة. بعد الفرز، يكسر الزجاج إلى قطع صغيرة تعرف باسم الكسر الزجاجي، ثم يغسل لإزالة أي شوائب مثل الورق أو البلاستيك العالق به. بعد التنظيف يدخل الزجاج إلى أفران خاصة حيث يصهر في درجات حرارة مرتفعة جدا، ثم يصب في قوالب لصنع زجاجات وأوان جديدة. يمكن أيضا طحنه ليصبح مسحوقا دقيقا يستخدم في تصنيع الطوب والإسمنت، مما يجعله عنصرا مهما في مشاريع البناء والتشييد. المعادن هي واحدة من أكثر المواد التي يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها بشكل كبير. الحديد على سبيل المثال يمكن أن يعاد تدويره مراراً دون أن يفقد خصائصه، مما يجعله عنصراً أساسياً في صناعة السيارات والبناء. تخيلوا أن قضبان الحديد القديمة التي كانت مغطاة بالصدى يمكن تنظيفها وإعادة صهرها لتصبح أجزاء جديدة. تمر عملية إعادة تدوير الحديد بعدة مراحل. تبدأ بجمع الخردة المعدنية، ثم يتم تنظيفها عبر عمليات كيميائية متخصصة لإزالة الصدأ والشوائب. بعد ذلك يتم صهر الحديد في أفران ضخمة، ثم يعاد تشكيله في قوالب لصنع براغي وأدوات معدنية وحتى قضبان حديدية تستخدم في البناء. أما الألمنيوم فهو يعتبر من أكثر المواد التي يعاد تدويرها على مستوى العالم، حيث يمكن صهره وتحويله إلى منتجات جديدة بلا حدود. ولأن إنتاج الألمنيوم من خاماته الطبيعية يستهلك كميات هائلة من الطاقة، فإن إعادة تدويره توفر ما يقارب 95% من الطاقة مقارنة بصناعته من الصفر، مما يجعله خياراً اقتصادياً ممتازاً. عندما تصبح السيارات قديمة وغير قابلة للاستخدام لا يعني ذلك أنها بلا قيمة. في الواقع تحتوي السيارات على كمية ضخمة من المعادن والمواد التي يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها. تتكون هياكل السيارات من الفولاذ بنسبة 70% تقريبا، إضافة إلى نسبة من الألمنيوم والبلاستيك والمطاط. تبدأ عملية إعادة تدوير السيارات بتفكيكها وإزالة السوائل مثل الزيت والوقود، ثم يتم استخراج الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام مثل المحركات والمكونات المعدنية. بعد ذلك يتم ضغط الهيكل المعدني للسيارة في مكعبات ضخمة ترسل إلى مصانع إعادة التدوير، حيث يتم إذابتها وتحويلها إلى مواد أولية تستخدم في تصنيع سيارات جديدة أو منتجات معدنية أخرى. هل تعلمون أن العالم يستهلك أسبوعياً حوالي 4 مليارات علبة مشروبات غازية؟ هذه الكمية الهائلة من العلب المصنوعة من الألمنيوم يمكن أن تتحول إلى موارد جديدة بدلاً من أن تملأ مكبات النفايات. تبدأ العملية بجمع العلب من مختلف الأماكن، ثم يتم فرزها وضغطها. بعد ذلك ترسل العلب إلى مصانع إعادة التدوير، حيث تذاب في أفران خاصة، ثم تصفى لإزالة أي شوائب، ليتم بعد ذلك صب الألمنيوم في قوالب لإنتاج سبائك جديدة تستخدم في تصنيع علب مشروبات جديدة.
المدهش في الأمر أن هذه العملية يمكن أن تستغرق 60 يوماً فقط من جمع العلبة إلى إعادة تصنيعها واستخدامها من جديد. إعادة التدوير ليست مجرد عملية صناعية، بل هي خطوة ضرورية للحفاظ على البيئة وتقليل النفايات. عند إعادة تدوير المواد المختلفة، فإننا نساهم في تقليل الحاجة إلى استخراج المواد الخام، مما يحافظ على الموارد الطبيعية، وكذلك تقليل التلوث الناتج عن حرق النفايات أو دفنها في مكبات القمامة. هل يمكن أن تكون إعادة التدوير مشروعاً مربحاً؟ بالتأكيد، هناك العديد من الأشخاص الذين حولوا إعادة التدوير إلى مصدر دخل رئيسي لهم. يمكن جمع المخلفات مثل البلاستيك والمعادن والورق وبيعها إلى مصانع إعادة التدوير مقابل المال. كما يمكن الاستفادة من إعادة التدوير بطرق إبداعية مثل تحويل الزجاجات البلاستيكية إلى ديكورات منزلية أو إعادة استخدام الخشب القديم في صناعة الأثاث. أخبرونا في التعليقات ما أكثر شيء فاجأكم في هذا الفيديو، وهل لديكم تجارب شخصية مع إعادة التدوير؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك معنا لنستمر في تقديم محتوى مفيد وشيق. نراكم في الفيديو القادم.